الكريم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى موضوع التوراة، الكتاب السماوي لموسى بن عمران النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك في سياق الحديث عن قصة الديانات والرسل، بعد أن تحدثنا على سبيل الاختصار عن حياة نبي الله موسى إلى أن توفاه الله عز وجل، يناسب أن نتحدث عن كتابه وشريعته في تعريفها أولا: ما هي هذه التوراة؟ على ما تحتوي الكتب التي يقدسها اليهود؟ ما هي؟ وبعد معرفة ذلك نتحدث إن شاء الله عن موضوع التحريف الذي طرأ على هذه الكتب، وأخيرا نتحدث عن المراحل الزمنية التاريخية التي حصل فيها هذا التحريف. في البداية لابد أن نشير أن القرآن الكريم ذكر التوراة في عدد من الموارد بلسان التكريم والتعظيم، باعتبارها أي التوراة الأصلية من كتب الله ومما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكتبنا له في الألواح
من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أو في آية أخرى يصفها بأنها فيها هدى ونور. في هذه الآية يصفها بأنها فيها حكم الله. فإذا التوراة الأصلية قبل أن يطرأ عليها ما طرأ هي من الكتب الإلهية السماوية الصادقة التي تكشف عن الحقائق. نعم، بعد التحريف بأنواعه المختلفة في فتراته المختلفة أصبح هناك اختلاط بين الوحي الإلهي وبين الكتابة البشرية. نبدأ بموضوع التعريف لهذه الكتب التي توجد عند اليهود وفي الديانة اليهودية. أولها التوراة. التوراة الموجودة بالفعل المترجمة باللغة العربية، لأن الأصل مالها تعلمون لم يكن عربياً، المترجم منها والموجود هو كتاب صغير يعتبر يحتوي. ومعنى التوراة معناها التعليم. التوراة بالعبرية فيما قالوا تعني التعليم. هذه التوراة تحتوي على 5 أسفار، إذا أردنا أن نشبهها 5 أجزاء 5 أقسام، كل قسم يقال له سفر. في اللغة العربية السفر يعني الكتاب المكتوب. تنقسم إلى 5 أسفار، مو أسفار هذا اللي واحد يسافر، لا، الأسفار والكتب يقولون. أول سفر يقال له سفر التكوين. سفر التكوين يصف بداية الخلق، كيف بدأ الله سبحانه وتعالى هذا الخلق. السفر مثل القرآن، شلون آيات كلام ينفصل كل مقدار من الكلمات بعلامة آية، كذلك هذا السفر وسائر الأسفار. فيبدأ السفر الأول وهو سفر التكوين، سفر الخليقة، بداية الكون، كيف خلق الله هذا الكون. هذا السفر الأول. أقرأ لك 5 أقسام 5 آيات حسب التعبير من هذا السفر لكي تتعرف على هذا الموجود. هذا الموجود باللغة العربية كما قلت ليس لغته الأصلية، وبالتالي أيضا لا يوجد فيه بلاغة. أنت ترى الفرق الكبير مثلا بين بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللفظي والمعنوي وبين هذه الكلمات. في هذه الآيات أو السفر الأول سفر التكوين يبدأ هكذا في قصة الخلق، يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة
وروح الله يرفرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله أن النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. هذه بعض الآيات إن صح التعبير من سفر التكوين، من سفر الخليقة، بداية الخلق. فالسفر الأول، القسم الأول، يتكلم في مختلف أجزائه عن هذا المعنى، كيف بدأ الله خلق السماوات والأرض. هذا القسم الأول. السفر الثاني يسمى بسفر الخروج. سفر الخروج قصة تاريخية لما جرى على نبي الله موسى بن عمران من بداية ولادته إلى أن خرج بقومه هاربين من فرعون واجتازوا البحر وأغرق فرعون. هذا المقدار، الفترة الزمنية من القصص مع تفاصيل كثيرة فيها يتحدث عنها السفر الآخر المسمى سفر الخروج. خروج مقابل الدخول، كأنه خروج نبي الله موسى بقومه من مصر هاربين من فرعون كان سبب تسمية هذا السفر، وهو يشابه كثيراً مع أرجحية وأفضلية في اللغة والمعنى لما ذكرناه في ليلة البارحة، من أن سورة القصص من الآية الثالثة إلى آية 41 تتحدث عن هذه الفترة الزمنية من ولادة موسى إلى أن أنجى الله موسى ومن معه من فرعون، فيما يقارب من 40 آية متسلسلة في سورة القصص، طبعا مع ملاحظة بلاغة القرآن التي لا حدود لها ودقة التعبيرات الموجودة فيه. هذا السفر الثاني. السفر الثالث يسمى سفر التثنية. سفر التثنية، تثنية كلمة من واحد اثنين، تقول أنا ثنيت بكذا، يعني كررت وأعدت. هذا سمي بسفر التثنية، وهو يحتوي على أحكام شرعية وأحكام أخلاقية، مثل الرسالة العملية زائد الأخلاق، واجبات، محرمات، أخلاقيات. وحيث أنه ينبغي أن تحفظ وأن تستعاد، فينبغي أن تقرأ مرة ومرتين وواحدة واثنين، سمي بسفر التثنية. مثلا مما جاء فيه: أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، ولا تزني، ولا تسرق، ولا تشهد على قريبك شهادة زور، ولا تشتهي امرأة قريبك، ولا تشتهي بيت قريبك، ولا حقله، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا كل ما لقريبك. أي شيء لقريبك لا تشتهيه. طبعا اليهود فيما بعد
رح يخلون هذه خاصة في من هو يهودي، أما غيرهم من غير اليهود لا، ما في مشكلة في هذا. هذا من جملة التحريفات التي طرأت على أحكام التوراة. هذا السفر الثالث. السفر الرابع يسمى سفر اللاويين. اللاويون هم الذين كانوا من نسل لاوي. تعلمون أن نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، احنا اليوم بس سوينا صلاة أول المجلس، لا بأس بها هنا أيضا. نبي الله يعقوب كان له 12 ولدا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، 11 واحد، وهو الذي رأى يوسف يصير شقد 12. من بين هال 12 بعد يوسف النبي كان ابنه لاوي في أعلى درجات الأخلاق والطاعة لأبيه. وبحسب ما يظهر من التاريخ كان السبب المادي، طبعا فوق الأسباب المادية إرادة الله، كان السبب المادي في الحفاظ على حياة نبي الله يوسف. خاض معركة مع 10، طيب، وقاتل وجرح وانجرح، أنه ما تقتلوه، قتل ما تقتلوه، تريدوا تخلوه ذبوه ما في، يعني هذا أهون الشرور، أما تقتلوه لا. طيب، لعله لهذه الجهة من دفاعه واستبساله في الدفاع عن نبي الله عز وجل، ولجهات أخرى جعلت النبوة والوصاية والوراثة الدينية في نسل لاوي. فتجد مثلا موسى بن عمران كما ذكرنا في الليلة الماضية يكون شنو؟ حفيد لاوي. سليمان كذلك، داود كذلك. طيب، الأنبياء هذول كلهم كانوا من نسل لاوي. فإذا كان نبي كان منهم، وإذا ما كان نبي فالفئة الدينية التي ترتبط بقضايا الهيكل والمذبح والقرابين والنذور كان هؤلاء، مثل المرجعية الدينية تقريبا كان هذا السبط، سبط لاوي، فرع لاوي انحصرت فيه المرجعية الدينية. أي شيء، وهم تخصصوا في هذا الأمر لا سيما في قضايا خدمة الهيكل وقضايا القرابين والذبائح وما يرتبط بها من ممارسات خاصة، كلها كانت في نسل لاوي. تنظيم هذه الأحكام إلى سفر خاص يسمى سفر اللاويين. السفر الخامس والأخير يسمى سفر العدد. العدد يعني قبائل بني إسرائيل، أنسابهم 12 سبط، ثم هالأسباط هذه إلى متى توزع، 12 قبيلة، ثم هالقبائل إلى متى تفرع. هذا كان يذكر هالسفر هذا يذكر قبائل بني إسرائيل. كملاحظة، هذا السفر يقيم له اليهود أيضا أهمية. ليش؟ لأنه يحفظ أنسابهم وانتماءهم. الديانة اليهودية ليست ديانة تبشيرية، ولذلك أنت تجد اليوم في العالم حسب الإحصاءات اليهود المعترف بيهوديتهم، لأن من هو اليهودي هذا فيه بحث طويل عريض ومسبب مشكلة، أن هؤلاء المهاجرين افترض من دول أوروبا الشرقية
أو من الحبشة أو أخيرا من اليمن، هذول إحنا نعطيكم في إسرائيل مثلا الجنسية، لكن هل أنت يهودي حقيقي أصلي أو لا؟ هذا كلام آخر. امتلاكك للجنسية لا يعني أنك يهودي أبدا، طيب، لأن تدخل فيها المسألة مسألة الانتساب من طرف الأم وقضايا أخرى، طيب، ولذلك ليست تبشيرية. يعني لو واحد مسيحي الآن إجا قال أنا أريد أصير يهودي، ما يقولوا لا أهلا وسهلا، يقولوا لا معذرة عفوا، يعني نقبلك ويانا بس أنت مو يهودي، ليس يهوديا بالأصل، فضلا عن أنه هم يروحوا يبشرون وينشرون، بخلاف مثلا الإسلام والمسيحية. مسيحية أي مكان اللي يروحوا يسووا تبشير للمسيحية، وأي واحد يؤمن بأفكارهم خلاص صار مسيحي تماما. المسلمون أيضا كذلك، ديانة تبشيرية، يذهبون إلى أي مكان، أي واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا أيضا يعتبرونه مسلم تام الإسلام، له مال كل حقوق المسلمين وعليه ما عليهم. اليهود كلهم حسب ما يذكر في العالم كله، اليهود الأصليين لا يتجاوزون 12 مليون، مع أن التوراة مطبوع منها بمئتين لغة، مئتين لغة مو مئتين نسخة، ها، بمئتي لغة. يعني إذا فرضنا من كل لغة فرضا نصف مليون، تعال الحساب عندك. ومع أنها هي القاعدة الأصلية للديانة المسيحية التوراة، بس أمر أن يأتي شخص إلى داخل الديانة اليهودية هذا فيه تأمل وتردد وحساب وكتاب، هل هو ينسب إليهم ما ينسب إليهم؟ هذا سفر العدد يعنى بذكر أسر وقبائل وأنساب بني إسرائيل، هذا إجمال توراة الموجودة بين أيدينا والمترجمة إلى اللغة العربية. أكو دائرة أكبر من التوراة، من التراث اليهودي، وهو ما يسمونه بالتاناخ. التاناخ عبارة عن كتاب من مجموع ثلاث كتب، وقد يقال له أيضا العهد القديم، يشتمل على التوراة اللي ذكرناها، ويشتمل على شيء آخر اسمه الأنبياء، أو هم عندهم يسمونه نبيئيم في اللغة اليهودية، إحدى على في اللغة العبرية إحدى أساليب، أحد أساليب الجمع هو بإضافة الياء والميم، كتاب أو كتب كتبيم، نبي نبيئيم، وعلى هذا المعدل. فهؤلاء جمعوا ثلاثة أشياء في شيء واحد، التوراة و شيء آخر باسم الأنبياء أو نبيئيم، وشيء ثالث باسم الكتب كتبيم. أول حروف هالثلاثة الأشياء، التاء من التوراة والنون من النبيين والكاف من الكتب، فتصير تاناك، لفظها ينطقونها تاناخ. زين، هذه دائرة أوسع وأكبر، وهي شروحات وكتابات متأخرة، بعضها كتب بعد ملك النبي سليمان، يعني بعد سنة 600 قبل ميلاد المسيح، وين موسى بن عمران قبل 1300 سنة من قبل الميلاد إلى هذه 600 سنة قبل الميلاد، الفاصلة جدا كبيرة، حوالي 700 سنة تقريبا بين عهد موسى وبين بعض هذه الكتب.
هذا ثاني ثالث أكو عندهم يسمى بمشنا أو مثنات باللغة العربية. هذه عبارة كانت المثنات أو المشنات عبارة عن شروحات ودروس كتبها الأحبار والرهبان ودونوها، فصارت شيء ضخم أكبر من التوراة وأكبر من هذا التناخ، شرح إليها تشكل موروث ثقافي ديني لليهود وأكبر من كل هؤلاء التلمود. وهذا المثنات والتلمود ليست من الكتب المقدسة عندهم وإنما الكتب السابقة. هذا في إجمال التعريف لهذا الكتاب. هذا الكتاب كما ذكرنا في أصله عندما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى كتاب مقدس محترم يكشف عن الواقع، برنامج للناس، إلى حين يأتي الكتاب الآخر والرسالة الأخرى ويجب العمل به في تلك الفترة. لكن الذي حدث كما ذكرنا أن حصل له تحريف، تحريف متعدد، وقد أشار إلى ذلك بعض علمائنا. أنا أشير إلى بعض الكتب مما صدر عن أهل البيت، عن مدرسة أهل البيت، أهمها ما كتبه المرحوم الإمام الشيخ محمد جواد البلاغي. الشيخ محمد جواد البلاغي كان أستاذ المرحوم الإمام السيد الخوئي رضوان الله عليهم أجمعين، أستاذ هذا الرجل، فما ظنك بمقدار علميته، وكان فحلا في الفقه والأصول والعقائد، وكان قد تخصص أكثر من أي شيء في أمرين: تفسير القرآن والعقائد المقارنة مع اليهود والنصارى. فعنده كتاب تفسير القرآن قيم، وعنده جهد رائع وبديع في أمر المقارنة والرد على المسيحيين واليهود. هذا راح ودرس اللغة العبرية حتى القديمة منها، مو العبرية الحالية فقط، حتى العبرية القديمة منها، وكان له إلمام باللغة السريانية واللغة اللاتينية حتى يقرأ الكتب قبل ترجمتها إلى اللغة العربية بلغاتها الأصلية المتوفرة والممكنة، طيب، وبعضها في نسخها القديمة، لأن اللغة تدرون تتطور من عهد إلى عهد. مثلا لغة قبل 1000 سنة أو 1300 سنة اللغة العبرية لا تتطابق تماما مع اللغة الموجودة الآن. فراح درس كل هالأشياء هذه وتخصص في التوراة والإنجيل حتى ليكاد يحفظ جمل هذين الكتابين، ودخل في مناظرات ومناقشات مع اليهود ومع النصارى، وله كتب نافعة منها كتاب الرحلة المدرسية، ومنها كتاب الهدى إلى دين المصطفى، وعدد آخر من الكتب موجودة هم على الإنترنت وموجودة في مطبوعة أيضا. ومن المعاصرين أيضا أحد علماء الحوزة العلمية في قوم، السيد البدري، سيد سامي البدري، أيضا نهج هذا المنهج وذهب درس هذه الكتب في لغاتها الأصلية وبحث فيها وتعمق، وله دراسات قيمة في كشف المشاكل والشبهات الموجودة في هذه الكتب وبيان ما فيها من خلل، واكتشف مجموعة من الأشياء اللي يمكن تصحيحها من الناحية القرآنية
ومن الناحية الروائية، لأنه إحنا لما نقول تحريف مو يعني نشيلها ونكبها كلها في سلة المهملات، وإنما ما كان لا يخالف القرآن الكريم ولا الأصول الإسلامية يمكن أن يقول الإنسان أن هذا يحتمل أن يكون من التوراة الأصلية. لما واحد يقول فلان كتاب محرف، مو يعني كل حرف فيه محرف، كل كلمة فيه مغيرة، كل آية فيه مغيرة، كلا. التحريف على أقسام، قد يكون تحريف معنوي وهو تحريف الكلمة عن معناها، مثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنا الذي أريد أن أحرف الكلمة عن مواضعه، أجي أقول نعم يجب طاعة أولي الأمر، ومعنى ذلك لا بد من طاعة يزيد بن معاوية وطاعة الحجاج الثقفي وطاعة بعض الطواغيت، طيب لأنهم أولو الأمر. هذا أنا ما غيرت في الكلمة شيء، وإنما غيرت في معناها. لا، هناك أولو الأمر الذين فرض الله طاعتهم، هؤلاء فئة محدودة، مو كل من تزوج أمي صار عمي حسب التعبير، كل واحد صار على كرسي الحكم صار أولي الأمر ويجب طاعته مهما كان. طيب، فهذا تحريف معنوي، وقد حصل في هذا الأمر، حصل في الإسلام وحصل عند المسيحيين وحصل عند اليهود، إلى اليوم أيضا موجود في الإسلام آيات معينة في وقت تفسر بشكل، بعدين على أثر مصلحة ذوي السلطان والمال أو غير ذلك تفسر بغير تفسيرها، هذا تحريف عن مواضعه. وأكو عندنا تحريف لفظي بالزيادة والنقيصة، إما زيادة شيء وإما نقيصة شيء آخر، وقد أشار القرآن الكريم في عدد من آياته إلى إخفاء بعض الآيات، بعض الكلمات، إلغائها عن الناس، لا سيما في تلك الفترة اليهود والنصارى لم يكن عامتهم مطلعين على الكتب السماوية، أساسا ما كانت مكتوبة باللغة العامة. سيأتي إذا تحدثنا إن شاء الله عن موضوع الإنجيل أنه متى سمح بترجمة الإنجيل، ما كان مسموح بترجمة الإنجيل إلا في الفترات المتأخرة. يعني أنت مثلا اللي لسانك عربي ما تقدر تقرأ الإنجيل لأنه بلسان آخر، ذاك اللي لسانه فرنسي ما يقدر يقرأ الإنجيل، هذا اللي لسانه روسي ما يقدر يقرأ الإنجيل، من اللي يقدر يقرأ؟ فقط الفئة الدينية المتخصصة، هاي الفئة الدينية المتخصصة لأنها هي التي تقرأه، فتقدر تخفي آيات وتظهر آيات وتحذف آيات وتزيد آيات وما حد يقدر يراقبها. من نعم الله على أمتنا الإسلامية أولا أن يسر القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر وندب الناس إلى قراءته، فهل من مدكر؟ طلب منهم تلاوته، وانفتح المسلمون مباشرة على الإسلام على القرآن، ولذلك لا يمكن أن يحصل فيه مثل هذا التحريف. لو كان القرآن بس عند مجموعة من الناس، سائر الناس ما يدرون عنه، من الممكن أن يصير في زيادة أو نقيصة. فهذا اللي صار في مثل التوراة، يقول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تحريف متعمد أيضا كان. في آية أخرى يقول قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا الكتاب الإلهي الذي جاء به موسى جزؤوه تحولوه إلى قراطيس وأجزاء، قسم منها تطلعوها وقسم منها تخفونه وهو الكثير الذي تخفونه. وفي آية ثالثة ورابعة يذكر هذا النحو من التحريف سواء بالزيادة أو بالنقيصة، وأحيانا كما أشار إلى ذلك المرحوم الإمام البلاغي رضوان الله تعالى عليه في أثناء نقاشه مع أحد القساوسة، قال النبي المصطفى محمد مذكور بالإشارة والتصريح في الإنجيل، قال لا ما موجود، قال اقرأ معي، طبعا يجيب إليه النص الموجود إلى أن يوصل إلى الكلمة المعينة، طبعا لأن الموضوع عبري لا أنا عندي معرفة كافية ولا أقدر أشرحه إليك، حتى يوصل إلى هالكلمة ويقول له هذه الكلمة المعينة حذف منها بعض النقاط، هذه النقاط إذا حذف منها بهذا الرسم تصير على غير وجهتها، وإذا أبقيت على الرسم السابق تشير إلى النبي إشارة واضحة. الشاهد أنه أحيانا حتى نقطة واحدة تغيرها من مكانها تغير المعنى، وهذا ما صنعه أيضا اليهود على مراحل، مراحل متعددة. بدأت المرحلة الأولى فيما بعد زمان يوشع ابن نون، تحدثنا الليلة الماضية في شيء مختصر عن يوشع ابن نون فتى موسى الذي رافقه من البداية ونظر ورافق الخضر في موضوع البحر، ثم كان معه في مسيرته إلى أن خرجوا إلى أنصار التيه مال بني إسرائيل، إلى أن توفي موسى ويوشع ملازم إليه وهو صاحب المنزل الكبرى والوصي من قبل موسى على الرسالة، وهو اللي فتح الأرض المقدسة عندهم، استطاع أن يفتحها وبقي فيها فترة تشابه فترة بقاء رسول الله، بقاء أمير المؤمنين بعد رسول الله. أمير المؤمنين بقي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 25 سنة، يوشع بقي بعد وفاة موسى حدود 24 سنة متقارب تماما، وحكم في تلك الفترة بني إسرائيل، ثم توفي. لما توفي يوشع بن نون وجد هناك خط منحرف في بني إسرائيل، غير وبدل في التوراة وأضاف وأنقص بحسب ما أرادوا. إذا صار فرصة نشير إن شاء الله الليلة القادمة الأماكن اللي طالها التحريف في التوراة شنو بحسب ما يخبرنا القرآن ويخبرنا الحديث. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية صارت ما بعد زمان النبي سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يعني بحدود سنة 600 قبل الميلاد. 600 قبل الميلاد كان نبي الله سليمان، وكانت دولته تقريبا، طبعا لأن حتى المؤرخين اللي يقولون هالكلام ما يقدر يجزم إليك بالدقة أن هذا هو التاريخ الدقيق للموضوع. فجاء بعد نبي الله سليمان وصيه آصف ابن برخيا الذي عنده علم من الكتاب، والذي جاء بعرش بلقيس من مكانه من سبأ. نبي سليمان بنى دولة وإمبراطورية ضخمة، وبنى هيكلا هائلا بحسب ما يرد في أوصافه. الهيكل عند اليهود رمز جدا كبير، شلون احنا عندنا الكعبة في منزلتها وموقعها،
المذبح والهيكل عند اليهود في هذه المنزلة. طيب، فبنى الهيكل، ولذلك إلى اليوم يتحدثون عن هيكل سليمان. من متى؟ من سنة 200، من سنة 600 قبل الميلاد إلى الآن، يعني 2600 سنة. طيب، وهم لا يزالون يصرون على إعادة هيكل سليمان لما له من المنزلة عندهم. طيب، فحكم بعده آصف ابن برخية. آصف ابن برخية جرت عليه سنة الموت كما جرت على غيره. بعد هذه الفترة، بعد أن توفي، أيضا تعرضت التوراة والكتب إلى تحريفات من قبل كهنة اليهود والأحبار. وساعد على ذلك لما صار قضية السبي البابلي. السبي البابلي اللي بحدود كان سنة 400 قبل الميلاد، 420 قبل الميلاد. الآن ما ندخل في هذا الموضوع مفصل، ولكن مختصر أن نبوخذ نصر الملك البابلي المعروف، وأحيانا في الروايات يجي بعنوان بخت النصر، زين، هذا اقتحم المملكة اليهودية وسيطر عليها ودمرها تدميرا هائلا. الهيكل أزال، أحرق، دمر، وأسر عشرات الآلاف من اليهود، أخذهم وياه إلى بابل. هالمسافة الطويلة من فلسطين إلى بابل، وكثير من هؤلاء كانوا من العلماء، من الأحبار، من حملة الكتاب، وصادر كل ما كان لديهم من تراث ثقافي. تدمير صار. أعيدت كتابة هذه الكتب في فترة السبي البابلي في بابل. كثير من المصادر تلفت، كثير من الأشخاص راحوا، فحصل في هذه الكتب خلط وخبط كثير جدا، وتطرق التحريف المتعمد وغير المتعمد في هذه الفترة بشكل أكبر. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة كانت بعد زمن عزير أو عزرا، هم يسمونه عزرا وفي القرآن عزير. هذه الفترة أيضا بعد أن جاء عزير ونصح الناس وحاول أن يقوم أخلاقهم، بعد الوفاة الأولى له، توفاه الله 100 عام، الوفاة النهائية بعدها أيضا تعرضت هذه الكتب إلى زيادات ونقيصة. وآخر ذلك كان في قبيل زمان نبينا محمد. قبيل زمان النبي كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقول لهم احنا خلاص حسب ما عندنا من الكتب راح يجي نبي، وهذا النبي مثل نبينا موسى بن عمران، ورح نطبق وياه ويطبق ويانا، ونزيل عبادة الأصنام هذه، وإحنا يكون بيدنا كل شيء، انتظروا شوية بتشوفوا شغلكم حسب التعبير. طيب، وكانوا باستمرار يتحدثون في هذا الأمر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله ولسان حاله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مو أنا أجي إليكم، أنتوا لازم تجون إلي، خلص بعد توراة إنجيل ماكو، انتهى زمانه، تاريخ الصلاحية مالتها خلص، لازم تجون تتبعوني، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. في البداية حاولوا أن يتفاهموا مع النبي بنحو كذا، النبي كان جازم في موقفه لأن هذا هو الحكم الإلهي. آنئذ أظهروا له العداوة، من العداوة أنهم أنكروا وجوده في الكتاب، مو هذا أصلا، مو هذا الاسم، اسم آخر غيروا الاسم،
مو هذه الصفات، صفات أخرى تنطبق على غيره. ولذلك يقول القرآن الكريم في الآية المباركة مشيرا إلى اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعرفون هذا الأمر، ولكن لما جاءهم هذا ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هاي أربع مراحل مرت بها التوراة في تحريفها. الشيء الموجود الآن عندنا خليط بين ما له أصل ديني وبين ما ليس له أصل ديني، بعضه يمكن تمييزه من خلال قياسه على القرآن الكريم. إذا شيء يتطابق مع القرآن الكريم نعتقد أن هذا كان موجودا في التوراة الأصلية، شيء لا يتطابق مع القرآن الكريم سواء كان في القصص أو العقائد أو الأحكام لا نعتقد أن هذا مما نزل على موسى، لأن هذه الأحكام الإلهية والأصول مشتركة بين الديانات، فإذا اختلفت يتبين أن هذا كان مما حرف. القرآن الكريم يشير إلى تحريف الكلم من مواضعه أو عن مواضعه، وتحريف الكلم من بعد مواضعه. أكو عندنا آية يحرفون الكلمة عن مواضعه، وآية أخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. من بعد مواضعه يعني التحريف اللفظي، يشيلوا هذه الكلمة وغيروها، يزيدوا كلمة، ينقصوا كلمة، يقدم آية، يأخر آية، بحيث يتغير نظام هذا الكتاب. هذا تحريف الكلم عن مواضعه، كأنما كان له موضع خاص وهيئة خاصة، واحد يجي يغير في هذه الهيئة. من بعد مواضعه يشير بعض المفسرين إلى أنه تحريف معنوي، يعني الموضع الذي جعل فيه الآية هذه أو الكلمة من معنى من المعاني يتم تغييره وتبديله، وتحريف الكلم عن المعنى الأصلي اللغوي كما ذكرنا ليس خاصا باليهود، وإنما أيضا موجود لدى المسيحيين وموجود لدى المسلمين بعضهم في أنهم يغيرون المعاني، وهذا ما حصل كما ذكرنا في حالة الأمة الإسلامية، أن قسما من الناس غيروا المعاني، غيروا الأغراض القرآنية، طاعة أولي الأمر التي كانت مخصوصة بأحد غيرت إلى كل أحد. طيب، هذا اللي يخلي الناس تضل، هذا اللي يخلي الناس تغوى عن الطريق المستقيم. جيش بني أمية عندما برز إلى الحسين كان يقرأ القرآن، الخوارج كانوا يحفظون القرآن الكريم، صحيح ما كانوا يحرفون الكلمات ولكن كانوا يحرفون المعاني. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الخوارج يقولون يعني علي بن أبي طالب. هذا التحريف المعنوي والتغيير المعنوي لآيات القرآن الكريم. الجيش الأموي عندما يأتي يقرأ نفس القرآن الذي كان يقرأه الحسين عليه السلام، ولكن المعاني تختلف. هذا يفهم منه الحسين النور والهداية والبصيرة، وذاك الطرف لا يرى إلا عبادة بني أمية وطاعتهم، حتى في قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك وصفهم الحسين عليه السلام بأنهم محرفوا الكلم، نبذت الكتاب، محرفوا الكلم، لم يكونوا قد وضعوا كلمات الله مواضعها في يوم عاشوراء،
خاطبهم في خطبته قال: فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم. ما كانوا قد نبذوا الكتاب يعني ما يقرؤونه، لا، وإنما نبذوه وراء ظهورهم من التطبيق ومن تغيير المعاني. لم يحرفوا كلماته بمعنى التقديم والتأخير والزيادة والنقصان، وإنما بمعنى تغيير المعاني، ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم. ويحكم، يخاطبهم: أهؤلاء تنصرون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذا كان خطاب الإمام الحسين عليه السلام، ولله در هذا الشاعر الفحل الذي أرخ هذه الوقفة، يقول: لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ وملاذكم إن صرف دهر النابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى، ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القناة ظليا ولا غير النجيع شرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلته، لو مست الصخر الأصم لذاب لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا، يكسوه من أنواره جلبابا، ترب الجبين أبو علي ترب الجبين، وعين كل موحد ودت لجسمك أن تكون ترابا. أيها الشاعر تقول: إن الحسين لم يكن له ظلال إلا الأسنة، ماذا تصنع بمن قال أن زينب جاءت إلى جسد أخيها الحسين وأرادت أن تظلل عليه من حرارة الشمس، ولسان حاله وحالها يا زينب يا
يابس من العطش كبدي يا زيانة يا والتراب احرق لزندي يا زينة يا ابو الشمس اصلت الخدي دفيلي بطرف ردنيك ردنيك عن الحق يا زينة يا أب ما أحب سكنة تجيني ليش ما تريد سكنة يا زينة يا أب ما أحب سكنة تجيني تعاين علتي وتسمع وني اي والله تعاين علتي وتسمع يا عوني يا زينة يا بلا اشوف انها بعيني ليش ما تريد تشوفه يقول له ذليله ذليله ولا الهوالي لينغر اي والله ذليله ولا الهوالي لينغر يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائه اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات